عارف ان الصح ساعات بيبقى تقيل علينا، وان الغلط اوقات بيحلى في عينينا. انا وانت بين السكتين هنحدد احنا هنمشي فين، يا هنبقى قد الصح يا هيروح من ايدينا. هنكسب لو نقول لأ لحاجات غلط بتنده لنا، وتحملنا تمن اختيارنا عشان حياة أكرم لنا. عايز تفوز عالدنيا كون قد امتحانها، ما تقعش في غلطة كان ممكن تستغنى عنها. عايز تفوز بالجنة يبقى ادفع تمنها. سنة 96 موقع Virtual Memories وجريدة التايمز نشروا قصة انتحار بنت اسمها أريل. أريل نجحت في آخر سنة في المدرسة ورجعت لوالدتها عشان تبشرها إنها نجحت، وطلبت منها العربية. الست كانت قاسية شوية بس ما شافتش أي مبرر للغلاسة في وقتها، إدتها العربية. خرجت البنت تتفسح بالعربية، راحت عند أقصى الجبل، طلعت البندقية بتاعت الصيد حطتها في بقها وانتحرت. 3 ساعات وصل الخبر للأم، الأم انهارت، غيبوبة 5 أيام. بعد ما فاقت رجعت البيت بتدور على بنتها في كل حتة، مش مصدقة اللي حصل. بدأت تفتش في الكتب بتاعتها، طلعت الدايري المذكرات بتاعتها، وبدأت تقرأ اللي فاجئها. البنت مسجلة كل لحظة قسوة كانت من الأم على البنت. بعد ما جوزها طلقها، الأم كانت عايزة تثبت للزوج إنها هتعرف تربي بنتها أحسن تربية. كانت بتمنعها من الخروج، تخرج مرة واحدة بس في الشهر، ممنوع أنها تتكلم مع حد مع صاحباتها إلا مرة واحدة في الأسبوع في التليفون. لو كانت عيطت كانت بتتهمها بالضعف وأن مشاعرها دي مشاعر كاذبة. كانت دايماً بتقارن بينها وبين أمها، يعني تقول لها وأنا في سنك أنا كنت أحسن من كده بكتير، شد حيلك. وكانت بتفرض عليها أكل معين عشان تفضل جسمها صحي، ولو رفضت الأكل ده ما تاكلش باقي اليوم. مع كل سطر كانت الست بتقراه كانت بتندم على كل لحظة قسوة وعدم تحمل ثمن الأمومة الحقيقية المبنية على الدعم والجدية، لكن في نفس الوقت الاحتواء. عايز أبدأ حلقة ثمن الأمومة بأشهر بيت شعر يعرفه المصريين عن الأم لحافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وهنا السؤال، طب لو ما أعددتهاش وما كانتش جاهزة للأمومة نفسيا ولا وقتيا ولا علميا، وبعدين البنات بيتجوزوا مثلا سن 22 23 30 أيا كان، فجأة بتلاقي فيه روح بين إيديها، لو ما كانتش دفع تمن الأمومة الصالحة اتعلمت وفهمت واتمرنت، الطبيعي أن نيتها تبقى كويسة وتعمل مجهود كبير جدا في التربية بس بطريقة غلط. واللي يقعد مع العلماء والمشايخ أو يقعد مع الدكاترة النفسيين يشوف قد إيه بيجيلهم ناس مجروحين، والسر تربية خاطئة جزء منها بسبب الأم اللي ما دفعتش تمن الأمومة السليمة. ما كانش فيه مشكلة في نيتها، ما فيش أم بتكره عيالها وبذلت مجهود وضحت، بس من غير ما تتعلم وتعرف السكة الصح اللي تربي بيها. علشان كده احنا النهاردة جايين نتكلم عن تمن الأمومة اللي تخلي الأم تطلع عيال أسوياء ما عندهمش عقد نفسية، لأن ده بيتورث من جيل لجيل. وأشهر علامة من علامات الأم اللي ما دفعتش تمن الأمومة الصالحة هي التربية بالإهانة. وأنا عايز أقولك على حاجة، الست عموماً في الحياة هي مصدر الاحتواء
والحنان واللطف، بيسموها الفيميل انرجي، الطاقة الأنثوية. فلما العنف والإهانة والشتيمة ييجوا من مصدر الطاقة الأنثوية اللي أصلها حنان، يحصل ارتباك عند العيال. انت عارف ربنا في القرآن بيقول ولا تنابزوا بالألقاب، بلاش ترموا بعض بألقاب تهد شخصياتكم. عمرك شفت قبل كده أم بتقول لبنتها يا بنت انت مريضة نفسيا، روحي اكشفي لك عند دكتور؟ يا ما سمعناها، يا ما سمعنا هخنقك بإيدي، ويا ما سمعنا شتايم، مش شتايم بتاعت عصبية، شتايم بالمواصفات اللي تكسر الشخصية. يعني كلمة انت غبي دي مش شتيمة عشان حد متعصب، دي شتيمة وصف ان انت عقلك اغلى ما فيك مش شغال. فلما انا كطفل او طفلة يبقى امي شايفاني كده، انا الطبيعي ان انا اطلع صورتي قدام عينيا مكسورة. والسر ام مخلصة وكل حاجة، لكنها كانت محتاجة تدفع ثمن الأمومة الصالحة انها تاخد بالها من قواتل التربية، يسموها البارنتين كيلرز، قواتل التربية، الحاجات اللي بتقتل العيال في نفسيتهم. من ضمن المشاكل اللي بتصدر من الأمهات اللي ما دفعوش ثمن الأمومة، البخل بالوقت والحضور. خلفت وكل حاجة بس هي مش موجودة، لسه عايشة حياتها زي ما هي الشابة اللي ما خلفتش، والولد أو البنت بيكبروا. عشان كده الشاعر أحمد شوقي يقول ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إنما اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أم تخلت عن حضورها ودفعها لتمن الأمومة الصالحة. احنا النهاردة جايين نتكلم عن تمن كل أم محتاجة تدفعه في طريقة التربية عشان تنشأ عيال أسوياء يعيشوا في الحياة من غير عقد ولا أزمات، سرها طريقة التربية الخاطئة. ودع الهموم فإنها يا أم محض الضرر، وإذا بليت بمحنة فاصبري لها في من صبر، وإذا أعطاك نعمة فاشكري لها مع من شكر. لله رب العالمين تعطينا المزيد كما وعملي لنفسك صالحا تنجو به من كل شر وتفوزين بالحسنى، هي الجنات هي الجنات نعم المستقر. أول تمن الأم الصالحة بتدفعه عشان تطلع عيال أسوياء هو تجنب الطرق الأسهل المؤذية في التربية، الإهانة والمقارنة والسطحية. خلينا الأول في مسألة الإهانة. الإهانة بيعبر بيها البني آدم عن الغضب اللي جواه عشان يوصل المعنى اللي جواه بسهولة للي قدامه، بدل ما أقعد أشرح وأقنع وفاهم
أنا هطلع كلمة تقسمه نصين عشان يعرف قد إيه ده غلط. لكن المشكلة إن الإهانة دي بتخلي الأولاد الصغيرين عندهم ضعف ثقة رهيب، بالذات لما تبقى من الأم، وعندهم عنف بيطلع على أخواتهم الصغيرين زي ما العلماء بيقولوا المتخصصين، وعندهم تركيبة كده قاعدة بتقول أنا لما أكون متضايق أنا محتاج أهين اللي قدامي عشان أوصل له المعنى اللي جوايا. اتعلمناها من ماما. تعرف الشخص اللي مش متعلم في المدارس بيبقى اسمه أمي، ليه؟ عشان كل اللي اتعلمه من أمه. انت واخد بالك من الموضوع ده؟ واخد بالك أصل اللي بتتعلمه في حياتك أصلا قبل ما تروح أي مدارس تركيبتك هي تركيبة الوالدة. فخدي بالك من المسألة دي. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة بعت سيدنا أنس عشان يجيب له حاجة، كان طفل صغير وكان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام. قال فخرجت من عند رسول الله إلى صبية في السوق يلعبون، قعدت ألعب معهم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمسكني من ظهري ويقول يا أنيس، خدت بالك من الدلع؟ بودي يا لو اسمه عبد الرحمن، يا حمادة لو اسمه محمد ولا أحمد. النبي هيلومه، بس هيلومه لوم الأب الحنين. وطبعا النبي قدوة كمان للأمهات، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يا أنيس لما لم تذهب حيث أمرتك؟ قال أذهب يا رسول الله. هو بيلومه لوم المعلم مش لوم اللي بيكسره. النقطة التانية السهلة المؤذية اللي محتاجة الأم اللي بتدفع ثمن الأمومة الصالحة تتجنبها المقارنة. على فكرة عشان أوصل للي قدامي من ولادي أنا عايزك تبقى إيه؟ هجيب له حد غيره شاطر ومجتهد ومركز، أقول له حرام عليك خليك زي ده، فيوصل للولد حاجة إنه صغير في عينيه، إنه إلا، ويبدأ غصب عنه يتكون جواه حقد وغيرة من الشخص ده. وعلمونا في البارنتينج في التربية، أولاً المشايخ وأساتذتنا في التربية علمونا لو هتقارن حد قارنه بما يستحق. يعني لو عايز أقول لابني يا ابني ما تعملش كده، أقول له يا ابني أنت تستاهل أحسن من كده، أنت راجل ذكي، أنت راجل بتفهم، إن أنا أملي فيك كبير. شوف الأم لما تقول الكلام ده يكبر الولد بينه وبين نفسه، فتقارنه بما يستحق مش بالناس. يبقى شيء أخير وهو السطحية، هو أحد السلوكيات السهلة المؤذية. أربع طرق سطحية مؤذية في تعامل بعض الأمهات مع مشاكل العيال. مثلا ابن راجع من المدرسة اتخانق مع المدرس، أو راجع من الجامعة عنده أزمة كبيرة، بس هي دي للصغيرين أكتر، فالمدرس مثلا ضربه فيجي يحكي، فقال لك في طريقة سطحية اسمها تعال نصلح الموضوع، يلا ننزل نعمل شوبينج، يلا ننزل نتفسح، وما تسمعش منه المشكلة وما تقولوش كان المفروض يعمل إيه. الأسهل تعال ما فرحك وأضحكك شوية. وفي طريقة تانية تجاوز الأمر، أنا بترجم حاجات بالإنجليزي. تجاوز الأمر يعني إيه؟ يا عم عدي، ما كل الناس بتتضرب وتتبهدل في المدارس، يا عم احنا ياما اتهنا واحنا صغيرين في مدارسنا. وبرضه ما تسمعوش ولا ما تسمعهاش وهي بتعبر عن مشاعرها ازاي، مثلا أذاها المدرس ده مثلا. يعني التالتة اللي اسمها الأطفال في الصين يعانون، اللي هي معناها احمد ربنا بتتعلم، هم عايش كاتبينها بالانجليزي كده، احمد ربنا انت بتتعلم. في ناس اصلا مش لاقيين مدارس، بتتعلم وبتتبهدل ولا بتتضرب ولا مش عارف ايه، ولا اصحابك تنمروا عليك النهارده احسن بكتير من غيرنا من اللي مش لاقيين ياكلوا. فيبقى الولد مش عارف يعبر عن مشاعره، وكأنه مش من حقه إنه يتوجع ويحمد ربنا إن في ناس غيره أصلا مش لاقية تاكل. دي مش طريقة تربية، ده استسهال وسطحية. الأخيرة الطريقة الغلط أو السطحية في تناول المشاكل، لما تقول له أنت ما تعرفش مشاكلي، يجي الولد أو البنت الصغيرين يحكوا للأم ابعد عني أنا فيها اللي مكفيني، أنت أصلا ما تعرفش أنا فيها إيه، فيحس الولد إن مش من حقه تبقى أمه حضنه. وكل دي طرق سطحية سهلة في التربية لكنها مؤذية. فخدي بالك من الإهانة والمقارنة والسطحية في التعامل مع المشاكل، دي طرق سهلة تتجنب لكل أم بتدفع ثمن الأمومة الصالحة. عايز تفوز بالجنة يبقى تدفع ثمنها. عارف ان الصح ساعات بيبقى تقيل علينا، وان الغلط اوقات بيحلو في عينينا.
تمن مهم جدا واجب على كل أم إنها توعى إنها تدفعه، تبقى في حالة وعي تام إنها تدفع التمن ده بطيب نفس عشان الولاد يطلعوا أسوياء. التمن ده هو حماية ولادها من مشاكلها الشخصية. لو الكلام النهاردة للأمهات بالذات، كلنا تربينا بطريقة معينة فيها نية طيبة وإحسان من أهلنا، لكن جوه النية الطيبة والإحسان كان في أخطاء، كان في عنف بطريقة معينة في بعض البيوت، كان في إهانة بطريقة معينة في بعض البيوت، كان في مقارنة، كان في إهمال بشكل معين، طبيعي جدا. فاتقوا الله ما استطعتم، ده اللي قدروا يعملوه. وكان دايما سيدنا الشيخ يقول الوعي قبل السعي. مهم جدا ان الام يبقى عندها وعي، هي مش عايزه تنقل ايه لاولادها، هي جايه بيه من بيتها. العلم الحديث بيقول ان الاهالي بيربوا بالديفولت، الديفولت يعني الاصل، الاصل اللي جواهم واخدينه من طريقه التربيه اللي هم جايين بيها من بيوتهم. بالذات لو الست خلفت في بدايه العشرينات فالخبره في الحياه بتبقى قليله، فعارف اللي بيجيب هيشد منين، هيجيب من اللي جواه اللي واخده من بيته. والآثار السلبية للتربية قد تمتد لثلاث أجيال، إلا لو فاق جيل وكلام النهاردة للأمهات وقال لا لازم يبقى في وعي كده وما ربيش على نفس الأخطاء. وده اللي يصلح فيه قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها، واقفة كده وعايز أطهر نفسي من الحاجات الخاطئة اللي أنا تحملتها وأنا بتربى. قد أفلح من زكاها. وانت ساعات حضرتك وانت بتربي عيالك يطلع منك كلمات توقفك، هدعي على نفسي ان انا اموت وربنا يريحكم مني، وتقفي كده ايه ده، انا كنت بسمع الكلمه دي زمان وكنتش بحبها، حبيبتي انا هحبك لو عملتي كذا. فيبقى العيال طالعين عارفين ان اهليهم مش هيحبهم الا لما يعملوا كذا، فلما العيال تفشل في الحياه فشل طبيعي يشعروا ان هم مكروهين من اهليهم. دي احد اسباب مشاكل الاكتئاب بالمناسبه. مثلا أم تقول لابنها أنا عايزك تتشيك عشان كل الناس النهاردة تقول عليك، فتبقى حاطة دماغه في أنه هو كل تصرفاته عشان يبقى people pleaser زي ما بيقول، عشان الناس كلها تبقى راضية. وهي بتقول الكلام ده بتلتفت، وأنا بقول الكلام ده ليه؟ أيوة ده جاي من زمان. لحظة الوعي دي محتاجة توقف ومحتاجة مشاركة، وده التمن بقى، مشاركة مع جوزك تقولي له لو لقيتني بعمل 1 2 3 يبقى فكرني، يبقى خد بالك مني في الحتة دي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ودي الحاجة اللي مش هتنقل أخطاء التربية اللي انت نفسك متضايقة منها لولادك، وده تمام مهم. من ضمن المشاكل الأخرى اللي واجب على الأم إن هي تحمي ولادها منها، خوفها الزائد اللي بيعمل ضغط على الأولاد وبيعمل مقارنة. مفيش أم في الدنيا تستحمل إنها تشوف عيالها زعلانين، وزعل الأولاد بيجي إن هم مثلاً ما ينجحوش في الدراسة، ما ينجحوش في الرياضة، حد يجي عليهم في الدنيا. الخوف الزائد ده بيخلي أمهات كتيرة تحاوط بطريقة فيها مبالغة على الأولاد، وتضغط عليهم إنهم ما يلحقوا بركاب المتفوقين والأبطال، فيحصل إن الأولاد دي دايماً يحسوا إنهم I'm not enough زي ما بيقول، أنا دايماً مش كافي، دايماً ماما مرعوبة، دايماً ماما مش راضية عني. وهنا ربنا في القرآن بيقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. سيظل الناس مختلفين، ابنك ولا بنتك ليه الطعم بتاعه، نفسك يبقى متفوق هيبقى، بس مش لازم يكون زي الابن اللي انت بتتمنيه هناك ده، هو مش ابنك، ابن حد تاني بس بيحقق اللي انت بتتمنيه. ابنك هيبقى متفوق في حاجة في حياته الله أعلم إيه هي. النوعين دول من المشاكل الشخصية هم التمن اللي مش سهل واللي محتاج وعي، لكنه واجب على كل أم عشان العيال تطلع أسوياء. مولاي وسيدي، يا وليي في غربتي، ويا مؤنسي في وحشتي، ويا نوري في ظلمتي، ويا ركني في شدتي، ويا رجائي حين تنقطع حيلتي، يا رب أعني بقدرتك على ما أقمتني فيه من رعاية أبنائي، واشرح صدورهم لتقبلي وتقدير حبي واعتنائي، وأصلح أخطائي وجهلي، وانظر بعطفك ورحمتك إلى ذريتي وأهلي،
ولا تسمعني عن أولادي ما يكسر خاطري، وأرني فيهم ما يسر قلبي وناظري، يا مولاي ويا سيدي. تمن مهم واجب على كل أم تتمرن واحدة واحدة إنها تدفعه، وهو جزء من رحلة التضحية وجزء من رحلة الجنة تحت أقدام الأمهات. تمن ده هو تقبل إن حياتك هتتغير بطيب نفس بعد ما تخلفي. تعرف ربنا في القرآن بيقول: واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. كلمة فتنة مش يعني معصية، كلمة فتنة يعني حدث هتمر بيه سيظهر ما بداخلك، إما من خير وإما من شر. ده معنى كلمة فتنة. فالولاد بيطلعوا كم من الحنان والرحمة والعطاء والتضحية وتغير نمط الحياة عند الأم. التمن فين؟ التمن هو تقبل ده بطيب نفس. ليه تقبل ده بطيب نفس؟ لأن لما الأم بتحس إن ولادها سر معاناتها وإن شبابها بيروح وإنها ما بقاش عندها حياة زي زمان، ده بيعمل نوع من الضغط النفسي وبيعمل شيء من العصبية. تعرف لما بتشوف أم عندها حنية مع أولادها وعندها أحضان وعندها قرب وعندها دعم، هي نفس الأم دي لما العيال بتغلط لو كانت بتضرب وبتصرخ وبتشتم وبتطرد. هنا في عدم اتزان مشاعري، سره صدمة. أنا بحبك قوي 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 وفنيت عمري عشانك قوي قوي، ما تعملش كده. أيوة بس هو ابنك ولا بنتك لازم هيعمل كده، لازم هيقل أدبه في وقت من الأوقات وهيبقى كسلان في وقت من الأوقات. ودي الفرص التربوية اللي الأم لما بتلاقي الولاد بيمروا بيها بتربيهم وتعلمهم، لسه الحياة طويلة، ربنا يبارك في عمرنا جميعا. لكن لما ما يكونش في تقبل لأن أنا ظهرت شبابي هتروح في سبيل ولادي بطيب نفس، بيبقى فيه اللي هي الإكستريم ده، الحب قوي قوي الصادق قوي والعصبية الشديدة قوي اللي طالعة من الحب والخوف برضه. فالتمن الثالث والأخير: تقبلي التغيرات دي بطيب نفس، وربنا سبحانه وتعالى يمدك بمدد من عنده ويطرح البركة في الأولاد ويكونوا قرة عين. والله على كل شيء قدير، بكون فيكون، يعطينا فوق ما نتمنى. عارف إن الصح ساعات بيبقى تقيل علينا، وإن الغلط أوقات بيحلى في عينينا. أنا وإنت بين السكتين هنحدد إحنا هنمشي فين، يا هنبقى قد الصح يا هيروح من إيدينا. هنكسب لو نقول لا لحاجات غلط بتندهلنا، وتحملنا تمن اختيارنا عشان حياة أكرم لنا. عايز تفوز عالدنيا كون قد امتحانها، ما تقعش في غلطة كان ممكن تستغنى عنها. عايز تفوز بالجنة يبقى ادفع تمنها.